مرحبا بكم. كنا حكينا في وقت سابق على أجانب الترجي والقانون الجديد اللي فرضته الجامعة التونسية على كرة القدم، يعني بامتلاك كل فريق لأربع أجانب فقط. الترجي حاليا عنده 7 أجانب. شنو الحل اللي باش تعملوا إدارة الفريق؟ باش نتطرقوا في فيديو اليوم إلى اللاعب الأردني شرارة اللي جاء للترجي عنده موسم تقريبا، وما شفناش اللاعب هذا بتتالي الإصابات اللي تعرض لها وإجراءه مؤخرا لعملية جراحية كانت خلته يبعد عن الميدان قرابة 3 أشهر، ومازال حاليا في التأهيل البدني. كذلك موضوع آخر باش نحكيه عليها، العروض المتتالية للدول الجزائري محمد أمين توغاي، اللي جاتوا عديد العروض، وشنو موقف رئيس النادي حمدي المدب من العروض هذه. التفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعوا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. طالب حمدي المدب المدرب نبيل معلول لحسم موقفه من استمرار الأردني شرارة المصاب حاليا من عدمه للبدء بتسويقه نهاية الموسم الجاري حال عودته للمشاركة في المباريات قبل أن يسدل الستار هذا الموسم. وتسعى إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب لغلق ملف الأردني محمد أبو زريق بشكل نهائي في ظل عدم استفادة الترجي من خدمات اللاعب لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة اللي كان تعرض لها، وكذلك لمشاركته لبضع الدقائق وبعض المباريات مع الفريق. ترغب إدارة النادي بالوصول إلى صيغة تفاهم لرحيل محمد أبو زريق عن صفوف فريق باب سويقة في نهاية الموسم الجاري حال موافقة نبيل بعلول للتحذير لضم مهاجم إفريقي أو لاتيني إلى صفوف الترجي لتعزيز القدرات الهجومية لفريق باب سويقة، خاصة وأن النادي قادم على عديد الواجهات أهمها السوبر ليج الإفريقي والبطولة العربية. ومع الضعف الواضح لهجوم الترجي هذا الموسم، بدأت الإدارة في التفكير في انتداب مهاجم قادر أن يعود بجماهير الترجي إلى الزمن الجميل زمن يانيك ومايكل إنيرامو. عديد وكلاء اللاعبين يقدمون ترشيحات لمهاجمين أجانب لتقديمهم للجهاز الفني أملا في وجود العصفور النادي في الميركاتو الصيفي المقبل. هذا وكان ضم الترجي شرارة قبل بداية الموسم الجاري بطلب من نبيل معلول، ولكن لعنة الإصابات منعت جمهور الترجي من تقييم اللاعب والحكم. موضوع آخر باش نتعرفوا على تطورات مستقبل توغاي مع الترجي والشروط التي وضعها حمدي المدب للموافقة على التفريط في خدمات الجزائري. قرر حمدي المدب غلق باب الرحيل أمام الجزائري محمد أمين توغاي قلب الدفاع خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية الموسم الجاري. أكد المدب على بقاء توغاي ضمن تشكيلة الترجي ما لم يصل للنادي عرض مالي في قيمة اللاعب والترجي، وأن لا يقل عن 1,500,000 يورو الموافقة على بيعه لنادي أوروبي. وحدد رئيس الترجي شرطا آخر الموافقة على بيع محمد أمين توغاي يتمثل في الحصول على عرض احترافي أوروبي أو خليجي وليس عربيا في منطقة شمال إفريقيا، منعا لدعم منافسي الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي الإطار ذاته استقر حمدي المدب على رفض بيع محمد أمين توغاي ما لم تتوفر الشروط الثلاثة ووجود معوض في قيمة الدولي الجزائري. إذن متابعينا الكرام، محمد أمين توغاي كان تلقى عديد العروض منذ الموسم الفارط، وأهمها من الدور الفرنسي نادي ستراسبورغ الفرنسي اللي كان قاب قوسين أو أدنى من انتداب اللاعب، رغم ولولا أنه قدم يعني عرض ماهوش في قيمة اللاعب وفي قيمة الترجي، وكذلك رغبة النادي الفرنسي في انتداب اللاعب منذ الميركاتو الشتوي، الشيء هذا اللي رفضته إدارة الترجي. موضوع هذا موضوع تجديد العقود، ركائز الفريق إلى الشعلاني محمد علي بن رمضان حمد الهوني كوليبالي وعديد الأسماء الأخرى يعني تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي. كنا في فيديو سابق على ضرورة أنه الترجي الرياضي وإدارة الفريق تفتح ملف التجديد من الآن، لأنه موضوع شائك موضوع صعب خاصة مع وجود عديد العروض لنجوم الفريق وتألقهم هذا الموسم في رابطة الأبطال الإفريقية، موضوع للمتابعة. وإن شاء الله إدارة الفريق تلقى الحل المناسب اللي يرضي كل الأطراف. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.